مستشفى شفا الأرمان ده اللي اوت بتاعها المستشفيتين الكبار والأطفال. الأقصر حقيقة الأمر ما عندهاش ما فيش مراكز أورام في المنطقة خالص. الناس كانوا هنا هو سواء في الأقصر أو في المناطق المحيطة كانوا بيعملوا رحلة للقاهرة من 15 ل 20 ساعة في القطر عشان يوصلوا للقاهرة فقط. وفي المستشفيات الموجودة هنا هو برضك ما عندهاش التجهيزات الكبيرة اللي تساعد في علاج الأورام. احنا في المستشفى حقيقة عندنا بنشتغل على 4 محاور. المحور الأول اللي هو الخدمة الطبية، نقدم خدمة طبية متميزة. المحور الثاني التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في المستشفى. المحور الثالث البحث العلمي، واخيرا التوعيه والكشف المبكر. الساعه بتاعه المستشفى عندنا وحده علاج اليوم الواحد اللي هو المريض بيجي ياخد فيها جلسه العلاج الكيميائي من ساعتين لغايه 12 ساعه على حسب كل حاله. عندنا 100 كرسي في مستشفى الكبار، عندنا 25 سرير رعايه مركزه، عندنا في القسم الداخلي 125 سرير، والعيادات الخارجيه 25. 42% من الحالات من الأقصر، اكثر من 500,000 زياره عياده خارجيه. عندنا في الخدمات التشخيص الاشعه التشخيصيه 170,000 حاله. كل خدمات المستشفى هنا حضرتك تماما مجانا، مفيش اي حاجه بتدفع من خلال المريض. اخذنا الايزو في 3 شهادات وعملنا التسجيل مع هيئه الاعتماد والرقابه، واخذنا شهاده الاعتماد والرقابه النهائيه. اخذنا شهاده ان اول مستشفى خضراء. بنحاول نوفر حاجات للمستشفى، فجهاز الفرم والتعقيم ده هو قدر يوفر لنا تقريبا 4.5 مليون في السنة. عملنا طاقة شمسية بتوفر 11.5% من تكلفة المستشفى، من تكلفة الكهرباء. ونشكر حضرتك جدا على الزيارة الجميلة ده. ميرسي، ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. دلوقتي احنا هنزور اول اوضه في القسم الداخلي اللي هي اوضه علاج اليوم الواحد. احنا الاطفال بنعالجهم ببروتوكولات، بعض البروتوكولات بتقتضي الحجز، وبعض البروتوكولات بتقتضي اخذ جرعه يوم واحد كل ساعه لمده ساعتين مثلا او 3 ساعات. صباح الخير، ازيكم يا حلوين، اخباركم ايه؟ بلال محمد محسن كان عنده سرطان في الغدد اللمفاوية، والحمد لله في المراحل النهائية من العلاج، ربنا كرمه بالشفاء الحمد لله. بإذن الله ربنا يشفيها ويعافيها ويطمن عليها بكل خير. سرطان في العظم وعمل العملية بتاعته، احنا حضرتك بنعمل هنا عمليات متخصصة في سرطان العظم، والحمد لله مستجيبة العلاج ودنيته ماشية كويسة إن شاء الله، يبقى زي الفل بإذن الله. ألف سلامة، الحمد لله. سرطان الأطفال حضرتك نسب الاستجابة بتاعته للعلاج ممتاز، توصل لغاية 80%. احنا حضرتك هنا بنتبع بروتوكولات العلاج العالمية الأوروبية والأمريكية، وبنعمل تقييم للحالة في الأول شامل تحاليل جينات وكروموزومات وكل الحاجات ده، عشان احنا نفصل الخطة العلاجية بما يتناسب مع كل طفل. يعني كل طفل بياخد علاج مختلف عن الآخر بما يتناسب مع ظروفه أو مرحلة المرض أو الكلام ده. والله كان هو يعني هو احنا عشان هنا مستشفى سرطان فبنشوف حالات كتيره، لكن هو سعادتك نسبنا في مصر زي النسب العالميه، يعني النسبه في العالم 140 طفل لكل مليون المليون طفل، احنا في مصر 135 طفل لكل مليون طفل، يعني تعتبر نسبه عاليه، نفس النسبه العالميه، بس احنا طبعا مستشفى سرطان فبنشوف حضرتك شايفه كل الحالات اللي عندنا كده. يا حسن، عامل ايه يا حسن؟ ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله. خدي حاجه عشان تلعب بيها بقى كده، وان شاء الله هتبقى زي الفل. الف سلامه، ربنا يطمنك عليه ان شاء الله. هو المفروض الاسم عندنا بيقوم بمسألة التأهيل والعلاج الطبيعي للحالات بعد الإصابة بالأورام وبعد العلاجات نفسها الكيماوي أو كده، لأنها بيبقى لها تأثير طبعاً على القدرات الحركية أو قوة العضلات، الالتزام بتاع الحالات سواء كبار أو أطفال.
حلوين ان شاء الله يبقوا كويسين وزي الفل. طمن عليهم جميعا واشفيهم ويعافيهم ان شاء الله. الاجهزه اللي بنستخدمها بتديهم طبعا زي ما حضرتك شايفه انطباع اكبر ان هم بيلعبوا. الحاجات دي المفروض ان حاجات اللعب الصغننه دي بتحقق لي السكيلد فانكشن اللي هي الحاجات الوظيفيه البسيطه بتاعت الهاند فانكشن. طمنوا عليهم ان شاء الله بكل خير.